بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المفضل مدرسة على الهواء. نستكمل لسيرة الخلفاء الراشدين السيرة العطرة، وهنتكلم النهاردة عن عثمان ابن عفان ثالث الخلفاء الراشدين وأحد المبشرين بالجنة، أحد العشر المبشرين بالجنة. سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه لقب بذنورين، وهنعرف من خلال كلامنا عن سيدنا عثمان ابن عفان لماذا لقب بذنورين، وهنعرف حياته وكيف دخل الإسلام وأهم الأعمال اللي قدمها للدولة الإسلامية. طبعا كان بيتميز سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه بأنه كان كريم ولديه الكثير من الحياء وعطوف وذو قرار صائب وذو حكمة، فلم يتردد سيدنا أبو بكر الصديق في أن هو يعرض عليه الإسلام، وبالفعل أعرض عليه الإسلام ورحب جدا سيدنا عثمان بن عفان ودخل في الإسلام. طبعا احنا عارفين أن سيدنا عثمان بن عفان اتولد في مكة في العام الخامس بعد عام الفيل، في السنة الخامسة من بعد عام الفيل، وعارفين طبعا ان هو كان شارك الرسول في كل غزواته عدا غزوة بدر. بيجي لي هنا يقول لي ليه ما اشتركش في غزوة بدر؟ لان الرسول امره ان هو يجلس بجوار زوجته السيدة رقية لشدة مرضها. يعني سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه اشترك مع الرسول في كل الغزوات عدا غزوة بدر، بيقول لك بما تفسر لم يشترك عثمان بن عفان في غزوة بدر بسبب مرض زوجته السيدة رقية. ما ننساش ان هو في بداية كلامي قلت ان هو لقب بذو النورين لانه تزوج من بنتين من بنات الرسول السيدة رقية بس توفاها الله، وبعديها تزوج من السيدة أم كلثوم رضي الله عنهم جميعا. كان سيدنا عثمان بن عفان بينفق أمواله في تجهيز الجيوش الإسلامية، يعني كان أي مال معاه بينفقه، وكان غني جدا، فكان بينفق أمواله في تجهيز الجيوش العربية وبيجهزها من أسلحة ومعدات وأي شيء يلزمه الجيش كان هو بيوفره للجيوش. مش بس كده، ده إن هو كان من ضمن المعارك اللي هو قام تجهزها كلية كانت غزوة تبوك، هو الذي أعد وجهز الجيش على نفقته في غزوة تبوك. بنلاقي كمان أن سيدنا عثمان بن عفان كان كريم جدا، لأنه كان بينفق على الفقراء والمحتاجين، بينفق ماله على الفقراء والمحتاجين بكرم وجود واسع جدا، لدرجة أن زمن سيدنا أبو بكر الصديق انتشر القحط والفقر في زمن سيدنا أبو بكر الصديق، وجمع قافلة كبيرة مليئة بالعديد من البضائع وأرسلها إلى البلاد اللي أو الأماكن التي تعرضت لهذا القحط، ولم وعرض عليه طبعا مال كثير لأخذ هذه البضائع لكنه رفض. تمام. بنشوف هنا أدي سؤال اللي هو بما تفسر شارك الرسول في كل غزواته ما عدا غزوة بدر اللي هو في آخر الشاشة زي ما احنا شايفين. هنقول بما تفسر شارك عثمان بن عفان الرسول في كل غزواته عدا غزوة بدر بما تفسر لمرض زوجته السيدة رقية. تمام. طبعا زي ما احنا شايفين انفق رضي الله عنه امواله على تجهيز الجيوش الاسلامية في غزوة تبوك. بيجي لك هنا نقط في الجزء ده ويقول لك انفق رضي الله عنه امواله في تجهيز الجيوش الاسلامية في غزوة تبوك. تمام. طيب ازاي تولى سيدنا ابو بكر الخلافة؟ هنلاقي ان عمر ابن الخطاب قبل وفاته راح قال انا يا جماعة انا في ستة من الصحابة لو توفانا الله يبقى الستة دول اختاروا منهم، يبقى الامر شورى بينكم. ترك الامر شورى بينهم، سيدنا عمر بن الخطاب ترك الامر شورى بين المسلمين بس رشح لهم ستة من الصحابة، الستة دول اختاروا منهم، بس على ان تكون اللجنة اللي هتختار الـ من الستة دول يكون على رأسهم ابنه عبد الله ابن عمرو.
تمام، ما اختارش وقال لما اموت رشحوا ابني للخلافة، لا لا، ترك الامر شورى بينهم ورشح ستة بس، لما اتوفى اختاروا من الستة دول، فتشاوروا فيما بينهم واخذ كل منهم يتنازل عن حقه في الترشيح للخلافة للاخر، حتى اجتمع الامر على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وطبعا هو كان احق بالخلافة للصفات اللي انا قلت لك عليها في بداية كلامي، ان هو كان بيتمتع بالحكمة والزهد والكرم والجود، وان هو كان بينفق امواله في تجهيز الجيوش الاسلامية، وكرم اخلاقه وحياءه، كل الصفات دي تجمعت فيه، فالكل أجمع على مبايعته وبايعوه عند المسجد، يعني اتفقوا على أنه يتولى الخلافة، ولذلك كان ثالث الخلفاء الراشدين. تمام، طيب استهل خلافته بأنه جمع الناس وعرفهم الطريق اللي هيمشي عليه، وهو طريق الزهد والرجوع للآخرة، إن دايما يبقى فيه عند، خلي بالك إن في آخرة، في ثواب، في عقاب، فلازم نمشي على الطريق الصحيح والصراط المستقيم. يبقى استهل خلافته بالزهد والإقبال على الآخرة ومحبة الله سبحانه وتعالى. مش بس كده، ده سيدنا عثمان ابن عفان بالمشوره وبالاجتماع مع الصحابه والناس اللي رشحوه، احسوا بالامن والاستقرار اللي هيكون موجود في العصر بتاعه، لما بدا كده بالكلام معاهم وان هو طمنهم ان الدوله الاسلاميه ليها اسس وقواعد لازم نقوم عليها، وهي الزهد والتعاون فيما بيننا وحمايه الدوله الاسلاميه من اي خطر، فأحسوا إن عصره ده هيكون عصر أمن واستقرار. هنبص نلاقي إن أي خليفة لازم يكون ليه أعمال، وسيدنا عثمان بن عفان أعماله كانت جميلة جدا، وهنشوفها دلوقتي مع بعض. دي أهم أعمال سيدنا عثمان بن عفان، إن أول حاجة اللي هي كتابة القرآن الكريم في مصحف واحد على لغة قريش، وإنشاء البحرية الإسلامية والفتوحات الإسلامية. طبعا احنا عارفين ان كتابة القرآن في مصحف واحد بلغة واحدة، احنا عارفين ان القادة المسلمين عملوا فتوحات كتير في الدولة الإسلامية. الفتوحات الكتير اللي حصلت في الدولة الإسلامية ديت، كان في ناس مش عرب في الإسلام، دخلت قبائل غير عربية في الإسلام، ما كانتش بتتكلم اللغة العربية، وبدأ الناس بيختلفوا في قراءة القرآن الكريم. عثمان بن عفان أمر سيدنا زيد بن ثابت اللي هو كان من كتاب الوحي، فقال له يا زيد يا ابن ثابت، جمع لي القرآن الكريم في مصحف واحد، ليه؟ حتى يسهل قراءته لكل القبائل العربية والبلاد المفتوحة. نقف في الحتة دي شوية ونشوف السؤال بتاعنا بيقول ايه، بما تفسر، بما تفسر أمر عثمان بن عفان بكتابة القرآن في مصحف واحد، أو أمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت بكتابة القرآن في مصحف واحد. أنا سمع حد بيقول لي إيه، بيقول لي حتى تتوحد قراءة القرآن في كل قبائل العرب والبلاد المفتوحة، عشان الكل يقراه بلغة واحدة وهي لغة قريش. تمام، يبقى ليه جمع القرآن في مصحف واحد؟ حتى تتوحد قراءته في كل قبائل العرب وفي البلاد المفتوحة. تمام؟ طب مش بس كده، هنشوف كمان عمل تاني من أعمال سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه. كان بتتعرض الدولة الإسلامية لهجوم من الروم، وطبعا احنا عارفين الدولة الإسلامية كانت سواحلها عندي في الشمال، ساحل البحر المتوسط، فكانت الهجمات والهجوم كان بيجي من الشمال من الروم. فقرر عثمان بن عفان ان هو يعد البحرية الإسلامية، والمقصود بالبحرية الإسلامية هنا يا أولاد اللي هي الأسطول البحري، الأسطول البحري. فاجتمع مع والي الشام اللي هو معاوية ابن أبي سفيان، ووالي مصر اللي هو عبد الله ابن أبي صالح. ليه؟ اشمعنى الاتنين دول بالذات؟ قال عشان دول
يتعاونوا فيما بينهم عشان يصدوا هجمات الروم. فبيجي لي سؤال بيقول لي إيه انت شايفينه مع بعض على الشاشة بما تفسر؟ قام عثمان بن عفان بإنشاء الأسطول البحري. ليه؟ أهو عندك أهو الحل، هنقول لصد هجمات الروم وتأمين الدولة الإسلامية، لصد هجمات الروم وتأمين الدولة الإسلامية. وكلمة أسطول إسلامي هي مجموعة من السفن التي تقوم بالحرب في البحر، تمام؟ يبقى الأسطول الإسلامي، أول من أنشأ الأسطول الإسلامي، ده بيجي يقول لك من تنسب الأعمال الآتية، أنشأ الأسطول الإسلامي، هنقول معاوية، هنقول عثمان ابن عفان، عفوا، هنقول عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ليه أنشأ الأسطول؟ ليه سيدنا عثمان أنشأ الأسطول الإسلامي؟ لصد هجمات الروم وتأمين الدولة الإسلامية، وتأمين الدولة الإسلامية. طب اشمعنى اختار والي الشام ووالي مصر؟ اقول لك، والي الشام اللي هو معاويه بن ابي سفيان، ووالي مصر عبد الله بن ابي السرح. ليه اشمعنى اتنين دول؟ لان السواحل او البلاد بتاعتهم بتطل على ساحل البحر المتوسط، والخطر هيجي له من البحر المتوسط. فقال لك البلدين دول لازم، اللي هي مصر والشام، لازم يتحدوا ويتعاونوا في تجهيز واعداد الاسطول ده عشان يصد هجمات الروم. مش بس كده، ده احنا هنلاقي انه استكمل الفتوحات الاسلاميه اللي بدأها سيدنا عمر ابن الخطاب وسيدنا ابو بكر الصديق. سيدنا عمر ابن الخطاب عارفين ان هو قضى على الوجود الفارسي في معركه نهاوند واللي سميت بفتح الفتوح، انا بفكركم، وكمان تخلص من وجود الروم في معركه اليرموك بقياده خالد بن الوليد. طيب ده عمر بن الخطاب. سيدنا ابو بكر برضو قام بالعديد من الفتوحات الاسلاميه. فجه سيدنا عثمان بن عفان استكمل هذه الفتوحات الاسلاميه، وبدا بايه في الفتوحات الاسلاميه؟ بدا بفتح جزيره قبرص في البحر المتوسط. بدأ بفتح جزيرة قبرص في البحر المتوسط سنة 28 هجرية. طيب فتح جزيرة قبرص علشان يوقف هجمات الروم على سواحل مصر والشام. هنا سؤال بيقولك بما تفسر؟ فتح عثمان بن عفان جزيرة قبرص، هنقول ليه؟ هنقول علشان يصد هجمات الروم. زي ما احنا شايفين على الخريطة قدامنا دلوقتي، بوريك هنا ان قبرص هي اللي موجودة اهي في ساحل البحر المتوسط. زي ما احنا شايفين ادي جزيرة قبرص، تمام؟ وهنستكمل الفتوحات اللي احنا قلنا عليها دلوقتي، بس انا بوضح لك جزيره قبرص انها في ساحل البحر المتوسط، وقام بفتحها لصد هجمات الروم. مش بس كده، ده اعد عثمان بن عفان وامر قاده الفتح الاسلامي، وامر معاويه بن ابي سفيان بفتح ارمينيه، فتح ارمينيه في الشمال برضه لصد هجمات الروم، تمام؟ فتح أرمينية زي ما احنا برضو شايفين على الشاشة قدامنا، أمر بفتح أرمينية وإفريقية وبلاد النوبة، وأمر عثمان بن عفان معاوية، وأمر معاوية حبيب ابن مسيلمة زي ما انت شايف، فتح أرمينية وإفريقية وبلاد الشام. أمر عثمان بن عفان بفتح أرمينية، فأرسل عثمان معاوية بن أبي سفيان، أرسل حبيب بن مسيلم. يعني الأمر جاي من فوق الأول، من عثمان بن عفان، أمر مين؟ معاوية بن أبي سفيان، ثم أمر معاوية بن أبي سفيان حبيب بن مسيلمة، ففتحها سنة 25 هجري. طيب هيفتح ايه تاني؟ هيفتح افريقيا. افريقيا دي فين يا اولاد؟ افريقيا ديت اللي هي عند تونس، اللي هي تونس حاليا زي ما انت شايف على الخريطه، افريقيا هي في الغرب، فدي اللي هي افريقيا بالهاء المربوطه، دي اللي هي تونس. فامر عبد الله بن ابي السرح سنه 28 هجريه بفتح افريقيا في جهه الغرب، وكمان قال له عبد الله بن ابي السرح افتح بلاد النوبه. الله، يبقى كده فتح عندي في الشمال ارمينيه، وفتح في الغرب الافريقيه، وفتح في الجنوب النوبه. يبقى اصبح في تامين لكل الدوله الاسلاميه من كل الجهات. يبقى في الشمال فتح ارمينيه، امر مين بفتح ارمينيه؟ معاويه بن ابي سفيان. طب معاويه بن ابي سفيان
أمر مين أو أرسل جيش بقيادة مين؟ أرسل جيش بقيادة حبيب ابن مسيلمة. ونخلي بالنا من ترتيب الأسماء، يبقى من البداية مين اللي أمر بفتح أرمينية، أو في عهد الخليفة مين؟ في عهد الخليفة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، الذي أمر مين؟ مين والي الشام اللي قريب من أرمينية؟ يبقى معاوية بن أبي سفيان. أو معاوية بن أبي سفيان أرسل جيش بقيادة حبيب ابن مسيلمة، وتم فتح أرمينية. تمام؟ طيب، ومين اللي قريب من ساحل البحر المتوسط وقريب من تونس اللي هي مصر؟ والي مصر اللي هو عبد الله بن أبي السرح. عثمان بن عفان أمره بفتح إفريقية اللي هي تونس حالياً. مش بس كده، يفتح كمان بلاد النوبة عشان يأمن الدولة الإسلامية من كل الجهات، وبالتالي قام كل منهم بفتح هذه البلاد وانتصروا فيها. تمام، أصبح كده قدامنا عايزين نقضي على خطر الروم ونتخلص منهم. فدارت معركة سميت بمعركة ذات الصواري. ذات الصواري دي كانت سنة 34 هجري، وزي ما أنا دايماً أي بقولك، لما تيجي تكتب المعركة تعمل جدول، أو هتقارن بين معركتين تعمل جدول، نكتب فيه الجدول ده الأطراف والنتائج، أو لو في أسباب هتقولها، أو لو عندك أسماء القادة هتبدأ تكتبها. زي ما احنا شايفين معركة ذات الصواري سنة 34 هجري، أطرافها كانوا مين؟ المسلمين بقيادة عبد الله بن أبي السرح، عبد الله ابن أبي السرح. طيب، مين اللي أمر قائد عبد الله بن أبي السرح؟ القائد سيدنا عثمان بن عفان قال لمعاوية إحنا عايزين نفتح، عايزين نطهر البلاد من خطر الروم. فمعاوية بن أبي سفيان كلف عبد الله بن أبي السرح بهذه المعركة، لأن اتفاجئوا أن الروم مجهزة جيش كبير أو أسطول كبير مكون من 500 سفينة في البحر المتوسط. فطبعا كان لازم المسلمين تستعد لمواجهة هذا الخطر، لأن الروم فاجأتهم ب 500 سفينة في البحر المتوسط هتبدأ تهجم عليهم. والحمد لله أن سيدنا عثمان بن عفان كان أعد الأسطول وأتم تجهيزه، فتقابل الطرفين جيش المسلمين وجيش الروم اللي مكون من 500 سفينة، والتقى الجيشان ودارت المعركة، وكان النصر حليف المسلمين، وقتل العديد من الروم، ولدرجة ان البحر كان لونه أحمر من كثرة الدماء والقتلى اللي كانوا موجودين في البحر. يبقى نتائج معركة ذات الصواري. وليه سموها ذات الصواري؟ ذات الصواري لكثرة عدد السرايا اللي موجودة في البحر. السرايا دي اللي هي ايه ولاد؟ اللي هي زي الشراع بتاع المركب، لكثرة عدد السرايا وجمع سرايا الصواري بالصاد، دي بالسين ودي بالصاد. تمام؟ لكثرة عدد الصواري في هذه المعركة دمر الأسطول، دمر أسطول الروم كله، وانتصر المسلمين في هذه المعركة. طيب، يبقى كده النتائج بتاعت معركة ذات الصواري كانت ايه، او النتائج بتاعت الفتوحات الإسلامية التي قام بها معاوية بن أبي سفيان كانت كثرة الخيرات على الدولة الإسلامية، لأن فتح بلاد كتير فدخل الخير على الدولة الإسلامية. مش بس كده، ده تأمين كل الدولة الإسلامية من جهة الشمال. مين اللي يقول لي من جهة الشمال كان في مين؟ كان في أرمينية. طيب، ومن جهة الغرب كانت أفريقية، ومن جهة الجنوب بلاد النوبة. تمام؟ طيب، استشهاد سيدنا عثمان بن عفان بدأت الفتن اللي كان بيتزعمها رجل يهودي كان لسه داخل الإسلام حديثا وكانش الانتماء للمسلمين، اللي هو عبد الله بن أبي السرح، اتحد مع المنافقين وقالوا هنعزلك يا عثمان. عثمان طبعا رفض، لأنه قال لهم أنا جاي هنا أحمي الدولة الإسلامية. بس حصروه وقتلوه وهو يرتل القرآن الكريم، وهو يرتل القرآن الكريم. نبص مع بعض على العبارات دي ونحل مع بعض. انتصر المسلمون في معركة، أنا سمع حد بيقولي كانت سنة 34 يا ولاد على الروم، 34 ذات الصواري، برافو. سؤال كمان، استشهد الخليفة نقط وهو يرتل القرآن عام 35 هجرية، الخليفة عثمان بن عفان. فتح نقط أرمينية عام 25 هجرية، مين اللي فتح أرمينية؟ معاوية بن أبي سفيان. تمام؟
طيب سؤال كمان، تم في عهده إنشاء أسطول بحري يبقى عثمان ابن عفان، وقلنا ليه؟ علشان يصد هجمات الروم وينتصر عليهم. تمام، بكده حلقتنا تكون انتهت، ونذاكر كويس ونهتم بالكتاب المدرسي ونحل الأسئلة اللي موجودة ورا والنماذج، ومستنية استفساراتكم وأسئلتكم على صفحة الفيسبوك. وزي ما احنا عارفين ان احنا نبدأ ان احنا نيجي نذاكر، ابدأ من أول الكتاب درس بدرس، وحل الأسئلة اللي على الوحدة الموجودة في الآخر. تمام، وما أطش بالمنى وأرق تحياتي، وبتمنى لكم إن شاء الله تنالوا أعلى الدرجات، وبالتوفيق بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.